أنا صالح النتشي، عمري 24، ساكن بقلد شوفاط. كنت ماشي عادي زي أي واحد، شفت منظر جنود بعتوا قاعدين على بنت، وزي أي واحد بالضوئف قفت أصور. بس أنا كنت تقريبا أقرب واحد، عشان إني كنت أقرب واحد، أنا أول واحد مسكوني مسكني من رابطي، صار يشد فيي على الدرج، وأنا كنت ماسك بالتليفون وقاعد بصور. أخذوني طلعوني حطوني بالبوكس الكبير هذا اللي فوق، قعد تحت اللي هو الجندي بيقول لي اطلع علي، طلعت قعدوني على الأرض. قال لي الجندي اطلع علي، طلعت عليه كيف بيطلع علي اللي هو برشني غاز بنص عيني وبجيبها على كل شيء، دخلها جوا حلقي جوا مناخيري. هذا الغاز شكله غاز مش طبيعي، يعني هيك في اعصاب او اشي، لما حسيت زي كهرباء بتضرب مخي. هذا قمت وقتها وعصبت، لما شفتهم حاولوا يرجعوا انا حاولت اطلع من البوكس. لما حاولت اطلع برضه كمل علي، اجى واحد دشني غاز برضه كمل علي وضربوني بالدبسات بوكسات. حتى لما طلعت من السيارة اجى شرطي بشك الباب احمى من عنده على اجري كسر لي اياها. حتى يا دوب ابني لسه اهون بلا صارت. انا كمان عامل ثمان عمليات بجري كلهم بلاتيني عند المفصل تحت، يعني منيح مني اني بقدر امشي اصلا، بس يعني يا دوب انا يعني بقدر امشي بس بقدرش اركض. راح جندي ضربني على محل العملية بالضبط لما سكر الباب بعجري، عشان هيك انا شوي هلا اجري كثير متاثر من صار، يعني بعرج شوي زلت من ورا ومن قدام. حسيت يعني انه يضربوني بشيء زي حد سلاح او شيء ظهري. نزلوني من السياره طلعت فوق، اخذوني عند المحقنه في هاي اسمها، صارت تحكي لي انت مين بتشجع، وانت مع حماس ولا مش مع حماس، ولا انت مع التنظيمات ولا مش التنظيمات. حكت لها الشغله مش هيك، انا ابن ادم بس وقفت اصور، ما عملت اشي اي اشي تاني، اي اساس تساليني هيك اسئله؟ ومن هون خلص تحقيق. صارت تحكي لي شو اسمه، مشان ما احبسك بدي حدا يختم عليك، بس انا اصدر لك التليفون. احكي لهم ليش تليفونكم صدر؟ حكينا نفتشه. طب فتشوه، انا قلت لهم حكوا ما بينفع، بدنا نفتشه ونرجع لك اياه كمان اسبوع. الشرطة اللي هناك حكى لي تحلمش انه نرجع لك اياه كمان. لا حول ولا قوة. اجى اخوي ختم علي واحنا طالعين، اللي هو بتيجي جندية بتحكي لنا يلا يعني اسرع مشيتكم. هي شو اسرع مشيتنا؟ بحكي لها اخوي لو اشال جندي ومسكه ودفعه وحط براس الفرد. بحكي له اطلع. لو حكى له بحكي له اخوي شو بدك زيح عنا ما حكيناش معك. دفعه لحد ما وصلنا عند الاسانسير، دخل جوا الاسانسير. لما دخل جوا الاسانسير صاروا يضربوا اكثر. بعدين خلونا جوا الاسانسير وطلعوا وحطوا على الرقم وطلعوا وسكروا الباب على الرقم الارضي. يعني كيف بدي اوصف لك اياها؟ والشيء وجع قوي. انا حسيت بشراره كهرباء طرقت في مخي. ما حسيت حالي شو بعمل وقتها، انه شيء مش طبيعي هذا. وبعدين هو دخله يعني جوا حلقي وجوا عيني، يعني الاشي كان اشي عن جد صعب. روحت الساعة كانت تقريبا 11:30 بالليل ما عارف، وشو اسمه رحت عشان اشوف جروح اشوف شمالي بركي ظهري بده تصوير شيء. الاستبعاد عن الاقصى 10 ايام، وكفالة 2000 شيكل وغرامة 5000 اذا بقرب على اقصى باب العمود.